أريد أننا نطلق هذه اللحظة من هذا المكان حركة شعب المواطنين. قالها المرزوقي يعلن انطلاق حركة شعب المواطنين. يا شعب تونس اذكروا هالكلمة هذه، حركة شعب المواطنين. لكن المرزوقي الذي ما قراش درسه بالقدا البارح، واللي ما قرهولوش عدنان منصر مليح، في عوض يقول حراك شعب المواطنين قال حركة شعب المواطنين. وهنا أساتذة اللغة العربية وأساتذة والدكاترة لازم يفتحوا ويحطوا علامة استفهام أمام الكتب اللي كتبها هذا الكلب المدعو المنصف المرزوقي باللغة العربية، وهو شخص لا يتقن اللغة العربية. فهل هي حركة أم حراك؟ يا شعب تونس الغالي والعزيز، ارجعوا شوفوا الفيديو اللي عمله المنصف المرزوقي اليوم، واللي تعدى على المباشر، واللي أنصار المساكن اللي الشعب التونسي المغرور به اللي مشى وتجمع في أريانا أمام مقر الحملة الانتخابية للكلب المدعو المنصف المرزوقي. ما عليكم إلا إعادة مشاهدة الفيديو، وشوفوا ما تركزوش على المرزوقي، ركزوا على عدنان منصر اللي قاعد قفاء وراء المنصف المرزوقي. كيفاش عدنان منصر لما سمع المنصف المرزوقي وقع في خطأ لغوي وقال حركة الشعب الوطني، حركة الشعب حركة شعب المواطنين، عوض قول حراك شعب المواطنين، عدنان منصر تلفت وراه وغزر للشخص اللي وراه، ومن بعد هيك رجع وعمل قلق الراس وحد ودور راسه هكا، يعني غاضب من هذا الخطأ. فإنسان يعتبر نفسه أنه كان رئيس جمهورية وبعديك معت في لحظة إعلان ولادة حزب أو حركة جديدة يخطئ حتى في اسم هذه الحركة اللي هو ما يعرفهاش. لذلك السؤال يا شعب تونس، انسى اسم حراك ولا حركة شعب المواطنين ولا الفنانين اللي تحبوا، مع احترامي للفنانين، من يقف وراء المنصف المرزوقي ومن يقف وراء حراك أو حركة شعب المواطنين؟ الجواب واضح ونعطيه لكم في كلمة واحدة. بالنسبة للشعب، الشعب التونسي يجهل اسم موجود معروف وهو في الخفاء دائما، وكان وراء الثورات العربية وبما يسمى بالربيع العربي، والذي هو ليس بربيع عربي وإنما انقلابات في الدول العربية على الحكام اللي كانوا، مثل أمثال الرئيس العابدين بن علي الذي اغتالوه، بعدك الرئيس معمر القذافي كذلك اللي اغتالوه، رئيس حسني مبارك اللي ما زال ولكن يعني كيف وكيبلاش، يعني هذوما هي من وراء هذا الربيع العربي، المؤامرة الربيع العربي، هو شخص يهودي ومش مليونير، مش بليونير، يعني أكثر من هكيكة، يملك العديد، يعني يملك أموال هائلة وطائلة ووسائل إعلام وشركات و و و وأحزاب سياس، مش أحزاب سياسية، هو يدخل بأفكار إنه ديمقراطية والحكاية هذه، وهو جورج سوروس. هذا هو ممول والذي يقف وراء الكلب العميل الإرهابي الوسخ محمد المنصف المرزوقي، وهو يقف وراء حركة أو حراك شعب المواطنين. وهذا جورج سوروس يعني بتاريخه شنو يعمل؟ لما تصير انتخابات في أي بلاد يقوم بتشويه ويحط كما يبدأ يشعل في النار في 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 في, في أفراد الشعب، باش لأنه المشاكل هي اللي يتنعوش بها، لأنه المشاكل هي اللي يخلي الشعب لاهي بمشاكل فارغة وحكايات فارغة، باش ينهب ويدخل وينهب الثروات البلاد هذيك من النفط والغاز الطبيعي ومن والمناجم وكل شيء ينهب في البلاد، وقت اللي انتم تتبعوا في كلاب
مثل أمثال المرزوقي وغيرهم. يا شعب تونس، المرزوقي يجب محاسبته، يجب محاسبته، يجب محاسبته، يجب سجنه، يجب سجنه، ويجب سجنه. فهو عمل فيكم اللي ما يتعملش، تجيوا تبعوا فيه واو، يقول إعلان حزب حركة شعب المواطنين، والناس تعايد واو على شنو واو، دي ماكش فاهم شيء من اللعبة السياسية، وماكش فاهم